ومن المهم حال التأمل في الإخلاص ألا تتأمل الإخلاص في ذات العبادات فقط، كأن تقول أنا مخلص في الصلاة فقط، مخلص في الذكر فقط، فإن ثمرة إخلاصك في هذه العبادات عموم الإخلاص لله عز وجل في كل أحوالك. فإن من أهداف العبادات أن يبقى القلب حاضر العبودية لله دوما، ولذلك فإنك تجد أن فيه عبادات قولية وعبادات فعلية، وفي الاعتقاد عبادات في الليل، عبادات في النهار، عبادات في الأجساد، في مسألة اللسان، في مسألة العين، في مسألة سائر الجوارح، عبادات في كل الأحوال، ليبقى القلب دائما حاضرا في عبودية الله عز وجل. ألا ترى أن الله عز وجل قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوا الله عز وجل في هذه العبادة. ومن وحد الله كمال التوحيد كانت حركاته وسكناته كلها إخلاصا لله عز وجل. وإذا قلبت صفحات السيرة النبوية وأحوال تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم يبرز لك قول صحابي من صحابته: إني لأحتسب قومتي كما إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإنه إذا كان قائما في نهاره بلا نوم، في ليل أو نهار بلا نوم، كان حاضر العبودية لله حتى وهو نائم نوى قبل نومه أن يتقوى بنومه ليعبد الله في نشاط بعد استيقاظه من نومه. وأمرا آخرا تأملوه، ألا وأن العبد إذا كان دوما في حضور هذا الأمر قاده ذلك إلى الزيادة في الخير، فإن ثمرة العبادة أن تزداد بعدها العبادات.